تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، تنظيم داعش وفتح روما. في فيديو الذبح الشهير ل21 شهيد مصري، قال تنظيم داعش إن إحنا كده جنوب روما وهنطلع بعد كده على روما. وعمل تنظيم داعش هاشتاج بعنوان نحن قادمون إلى روما. وهناك طبعا منتهى السخرية في إيطاليا من كلام تنظيم داعش أنه سوف يتجه إلى روما. في اللي كتب حط صورة للزحمة في روما وقال لهم أنتوا بجد لسه مصرين رغم الزحمة ديت أنكم تصلوا إلى روما. حد تاني وعلق وقال أقول لكم نصيحة، ما تجوز بالقطر، لأن دايما القطر بيتأخر لما بيكون طالع لروما. حد تالت كتب أنتوا تأخرتوا كتير قوي، ده الحكومة الإيطالية دمرت روما قبل ما تيجوا تدمروها. ده كلام ناس معارضين للحكومة الإيطالية. كان في ماتش بين نادي هولندي ونادي إيطالي وحصل أعمال شغب، فاتهموا الناس اللي بيشجعوا النادي الهولندي إن هم خربوا بعض الحاجات، فقالوا خلاص نستعين بداعش من أجل غزو هولندا. الموضوع يبدو أنه سخرية من داعش، لكن بما أن البعض بيروج أن داعش هم الإسلام وداعش تنظيم الدولة الإسلامية، فأصبحت السخرية دي ضمنا من الإسلام والمسلمين، إن ده مستوى المسلمين اللي بيفكروا في فتح روما. تنظيم داعش أساء إلى الإسلام وإلى المسلمين. اثنين، قناة الجزيرة الصهيونية والطائرة رافال. لما مصر تعاقدت على صفقة الطائرة الفرنسية المقاتلة الشهيرة رافال، طلعوا في قناة الجزيرة وكتبوا على موقع الجزيرة كلام كتير جدا إن إحنا غلطنا في هذه الصفقة، وقالوا إن الطيارة رافال مفيش حد بيشتريها أساسا، وإن الطيارة رافال راكدة وسوقها واقف ومحدش بيشتريها من فرنسا، وفرنسا بتدلل مين يشتري الطيارة رافال، محدش بيشتري منها، وإن هم عرضوا على قطر إن هم يشتروا، قطر رفضت، وإن الجيش الوحيد اللي بيستخدمها هو الجيش الفرنسي. قط بعد شوية لقينا قطر بتشتري صفقة طائرات رافال. إحنا اشترينا 24 هم اشتروا 36. إذن ماذا كانت تقول الجزيرة الصهيونية؟ ده أنتوا لسه بتهاجموا إنها طيارة ملهاش لازمة ورا كده بيدللوا عليها، وبعد كده على طول جيتوا شاريين 36 طيارة رافال، هم حاليا في آخر جولة في المفاوضات. في نقد ذلك نمرة واحد، طبعا لا أمانة مش جديد، الجزيرة الصهيونية مش جديد، إنما التحليل العلمي في هذا الأمر، الجيش الهندي الكبير، الجيش البرازيلي الكبير كانوا بيتفاوضوا قبل الجيش المصري إنهم ياخدوا الطائرة رافال. يعني تفاوض مصر جه بعد تفاوض الهند وتفاوض البرازيل ودول أخرى. اتنين، إذا الجيش الفرنسي نفسه بيستخدمها وفي حروب في آسيا وإفريقيا خارج أراضيه، طيب هو الجيش القطري هو الدلالة على كفاءة الطيارة، ولا جيش بمستوى الجيش الفرنسي هو اللي دلالة من الناحية الفنية؟ فإذا الجيش الفرنسي بيستخدمها، إذا الهند والبرازيل تفاوضوا قبل مصر، إذا إحنا وإحنا نفسنا كافيين نقول إنها كويسة ونتعاقد عليها، وبعد كده قطر تيجي هي تشتري الطيارة بعد ما هجمت الصفقة المصرية. إنما هنا وقفة أساسية في الموضوع، ليه قطر بتشتري الطيارة رافال؟ في إيه في الجيش القطري علشان يشتري الطيارة رافال 36 طائرة؟ نمرة واحد، تثبيت فرنسا. إذا مصر بتقرب من فرنسا بهذه الصفقة، فقطر تحتوي فرنسا بهذه الصفقة، فيبقاش في تقارب مصري-فرنسي أكتر من اللازم. فهم كأنهم بيدفعوا رشوة، كأنهم بيدفعوا رشوة، بيثبتوا فرنسا إن يكون في علاقات فرنسية قطرية قوية. لكن هذه الطيارات ولا لها لازمة في الجيش القطري. نمرة اتنين، إن ممكن بقى الطيارات رافال اللي هتبقى قطرية بعد كده تروح لتنظيم داعش في ليبيا، فيبقى الطائرات رافال المصرية بتواجه الطائرات رافال الليبية الداعشية.
يبقى احنا في هذه الحالة صفقة للجيش المصري وصفقة لقطر تديها لداعش، ويبقى صراع رافال ضد رافال على الأراضي الليبية. وده ممكن يكون التفسير الثاني، إن مفيش أي تفسير منطقي إن بعد هجوم الجزيرة على الصفقة إن قطر تعقد صفقة ب 36 طائرة رافال. ثلاثة، السلاح في ليبيا. دويتش فيلا الألمانية إعلام ألماني متنوع أجمع على إنه السلاح كتير جدا في ليبيا. ليبيا فيها أكتر من 22 مليون قطعة سلاح. عدد سكان ليبيا 6 مليون نسمة. دلوقتي تقريبا النص مش موجودين في ديارهم، إما لاجئين أو نازحين. يبقى اللي موجودين فعليا 3 مليون نسمة، نص عدد سكان ليبيا الشقيقة. 3 مليون نسمة ب 22 مليون قطعة سلاح، يعني كل واحد تقريبا قدامه ما يعادل 7 قطع سلاح، أكتر من 22 مليون قطعة. الإعلام الألماني بيقول إن هي قطع سلاح متدرجة، سلاح خفيف وسلاح ثقيل، فيها طيارات وفيها دبابات وفيها مضادات للطائرات. إذا هذا هو الموضوع، أيضا بتقول دويتش فيلا إنه المنظمات الإسلامية المتشددة والتنظيمات الإسلامية المتطرفة هي اللي بتحوز أغلب هذه الكمية. هم ضد بناء جيش وطني قوي في ليبيا، شرطة وطنية قوية في ليبيا، لأن بناء جيش أو شرطة في ليبيا هيسحب هذا السلاح ويبقى الدولة وحدها اللي عندها السلاح ويعم الأمن ربوع ليبيا. إنما هذه التنظيمات عايزة يكون عندها هي 22 مليون قطعة سلاح حتى لا يصبح لليبيا مستقبل. أربعة، السلاح الكيماوي الليبي. داعش قد تمتلك سلاح دمار شامل. ده أخطر موضوع على الإطلاق على الساحة الآن. إذا سألتني حضرتك ما هو أخطر ما على الساحة المصرية والعربية والشرق الأوسط الآن، أقول لحضرتك بكل ثقة إن أخطر شيء هو احتمال حصول داعش على سلاح كيماوي في ليبيا. الرئيس معمر القذافي كان عنده أسلحة كيماوية، كان في 1000 طن متر مكعب، 1000 طن مكعب. هذا الطن من المواد المؤهلة لصناعة أسلحة كيماوية. 1000 طن مكعب، مواد مستخدمة في أسلحة كيماوية، ده الكلام العلمي الدقيق. في كمان 20 طن خردل، دي أسلحة كيماوية. عام 2004 كان في مفاوضات، هذه المفاوضات قدروا الأمريكان يدمروا 60% من الأسلحة الكيماوية الليبية اللي احنا قلناها 1000 طن مكعب، 1000 طن من المواد اللي تخش في سلاح كيماوي، و20 طن خردل أسلحة كيماوية. دمروا كام؟ 60%. فاضل كام؟ 40%. يعني تقريبا نص الأسلحة الكيماوية الليبية لسه موجودة. موجودة فين؟ في الصحراء الليبية. فين في الصحراء؟ في مكانين، جنوب ليبيا ووسط ليبيا. جنوب ليبيا وسط ليبيا في الصحراء. هنا في الجنوب في أماكن مخازن أسلحة كيماوية سايبها القذافي، وهنا في الوسط مخازن أسلحة كيماوية. جريدة الشرق الأوسط بتقول إنه على بعد 160 كيلو فقط جنوب طرابلس قدر مراسل الشرق الأوسط يشوف فيديوهات لتنظيم داعش وهو بيجرب أسلحة كيماوية جنوب طرابلس ب 160 كيلو. انتهت القصة. الأخطر في المنطقة. إذن الحقائق اللي عندنا إن 2004 أمريكا دمرت، بدأت تدمير السلاح الكيماوي الليبي، دمرت 60%. ليه ما كملتش؟ يمكن دلوقتي ده يفسر لنا ليه ما كملوش. سابوا 40% بعد انهيار النظام. لما انهار النظام فضل 40%. فين ال 40%؟ في الوسط والجنوب. مين بيمتلكهم دلوقتي؟ في كلام ان تنظيم داعش بدأ يمتلك هذه الأسلحة. طيب احنا في مصر وأي بلد في العالم، تنظيم إرهابي هو الأخطر في التاريخ الحديث والمعاصر، بقى عنده احتمال سلاح كيماوي،
أو عنده فعليا أسلحة كيماوية. يعني مصر دلوقتي بتواجه خصم إرهابي قد يمتلك سلاح دمار شامل. هل المطلوب إن مصر تقعد كده مكانها؟ إنها لا تتقدم وتحافظ على شعبها وعلى الشعب الليبي الشقيق وعلى الإنسانية كلها من هذا التنظيم الإجرامي الذي بات على وشك أن يمتلك أسلحة دمار شامل؟ هذا الموضوع من أخطر ما يكون، هو احتمال حصول داعش ليبيا على بقايا السلاح الكيماوي القذافي. 5، البحرية المصرية قد تقصف سفنا إذا حملت أسلحة لداعش. تكلمنا قبل كده أن القصف الجوي المصري ربما طبقا لخبراء عسكريين يستتبعه دخول المجموعة القتالية 3 تسعات البرية لتنفيذ عمليات على الأرض ضد تنظيم داعش. خبراء آخرين بيقولوا أن وارد جدا البحرية المصرية، وده من حقها، أنها تنسف أي سفن في البحر المتوسط بتحمل أسلحة لتنظيم داعش. الحقيقة بنخوض حرب خطيرة جدا، أخطر ما فيها هو الدعم الغربي لتنظيم داعش. 6، بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن ليبيا. جماعة الإخوان وصفحات الإخوان عملوا بيان وتصريحات بشأن الأزمة وبشأن مقتل 21 مصري في ليبيا والقصف الجوي المصري لليبيا. أبرز 3 نقاط في هذا البيان. 1، بيان الإخوان قال بنحمل هذه الدماء للسيسي وحلفائه في ليبيا. طيب حد عاقل يقول بتحمل مقتل 21 مصري في ليبيا بالشكل اللي احنا شفناه بتحمله للرئيس السيسي وحلفائه في ليبيا؟ هل في أي عدالة أو عقل في هذا الكلام؟ 2، نحذر من خطورة التدخل لوقت ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي، تنظيم داعش، القاعدة، هم دول ثورات الربيع العربي. لما ندخل من أجل الدفاع عن شعبنا في مواجهة تنظيم إرهابي واضح للجميع وهو تنظيم داعش، يبقى احنا في هذه الحالة رايحين نوئد الثورات العربية. خلاص، يبقى إذن وجهة نظر الجماعة إن داعش هي الثورة وداعش هي الربيع العربي، ولما نخش ضد داعش احنا بنخش لوقت ثورات الربيع العربي. 3، لن ينفع النظام في مصر تخدير مشاعر المصريين بأيام حداد ولا أموال معاشات. ده كلام للنظام المصري، إن مش هتعمل لي حداد وتدفع شوية معاشات هتخدر المصريين. طب النقطة اللي بعدها، 4، نحذر من تورط مصر في مغامرات خارج أرضها. طب نعمل إيه؟ يعني حداد ومعاشات ونحزن ونزعل وندين ونشجب مش نافع. طيب رحنا نحارب ونقصف مش نافع. شوف الجمل الإجرامية، لن ينفع النظام تخدير مشاعر المصريين بأيام حداد ولا أموال معاشات. في نفس البيان، نحن نحذر من تورط مصر في مغامرات خارج أرضها. نسكت مش نافع، نحارب مش نافع. نقطة 5، عملية ذبح المصريين جاءت نتيجة اقتحام النظام الحالي في مصر في عداوة مع الدول، أو دخول النظام في عداوة مع الدول المجاورة. طيب ده كلام عاقل؟ ده لا يستحق الرد. 6، السيسي تورط رسميا في الاعتداء على ليبيا. طبعا ده بلاغ لمجلس الأمن، إن مجلس الأمن طبقا للفصل 7 يدخل ويقصف مصر، إن نلاقي الأسطول 6 الأمريكي في البحر المتوسط بيتجه لقصف الإسكندرية. ده تحريض إن الناتو أو الأمم المتحدة أو الأمريكان يعلنوا الحرب على مصر، لأن الجملة دي معناها القانوني ده. أما يقولوا السيسي تورط رسميا في الاعتداء على ليبيا، لأن الاعتداء رسميا على دولة أخرى ممكن يستوجب الفصل 7 من مجلس الأمن من الأمم المتحدة. الفصل 7 من الميثاق بيقول إن ممكن تخش قوة دولية للحرب على مصر. 7، النظام جعل المصريين أهدافا مشروعة. حط 1000 خط تحت كلمة أهدافا مشروعة.
لداعش والتنظيمات الإسلامية. مش مهم بقى كلمة النظام جه على المصريين، إنما المهم إن المصريين دلوقتي في رأي جماعة الإخوان المسلمين أهداف مشروعة، مش أهداف، لا أهداف مشروعة لداعش وللتنظيمات الإسلامية الأخرى بما فيها فجر ليبيا اللي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين. تمانية وأخيرا، هاشتاج إخواني بيقول ليبيا مقبرة. تخيل إن أنت مصري بتقول إن ليبيا مقبرة، كأننا غزاة، كأننا نقتل الشعب الليبي، كأننا لا ندافع عن ليبيا أولا قبل أن ندافع عن مصر، كأننا لا نمارس حقا من حقوق السيادة الدفاع عن الشعب. في وطني يقبل على ضميره أن يكتب كلمة ليبيا مقبرة للمصريين؟ ليبيا مقبرة للجيش المصري؟ سعيد أن في قبر بينتظر الشعب أو الجيش؟ هل في إنسان عنده ذرة وطنية أو قيم أو مبادئ ممكن يطلق هذا الهاشتاج أو أنه يؤيده أو يحييه أو يضمن ما فيه؟ هل ده كلام ممكن يقبله وطني أو يقبله عاقل؟ بيان مؤسف للغاية ومخزي من جماعة الإخوان المسلمين. وفاصل ونكمل. إسرائيل تعثر على كنوز مصرية في مياه البحر المتوسط. مقطع فيديو شهير روسيا اليوم وغيرها بثوا هذه المقاطع لغواصين إسرائيليين في البحر المتوسط لقوا ذهب تحت المياه في قاع البحر المتوسط. الذهب ده بيعود إلى فترات قديمة أثناء الدولة الفاطمية في مصر، عبارة عن قطع من الذهب الرقيقة لكنها قطع كتيرة جدا جدا. التفسير العلمي الأولي أنها سفينة مصرية كانت جايبة الذهب ده ومتجهة إلى مصر أيام الحاكم بأمر الله في ظل الدولة الفاطمية. الغواصين الإسرائيليين خدوا هذه الثروة أو هذا الكنز اللي هو في قاع البحر المتوسط وطلعوا بيه على إسرائيل. لهنا القصة انتهت، لكن عايزين نسأل أسئلة قانونية. هل دي تعتبر من الناحية القانونية حد لقى كنز وأخده، ولا دي آثار مصرية فينبغي استرداد هذه الآثار ونكلم اليونسكو ونكلم الهيئات الدولية لاسترجاع هذا الذهب وهذا الكنز باعتباره آثار، لأنه مش كنز مجهول الهوية لقيت حتة ذهب تحت الأرض، لا دي عملة مصرية جزء من الآثار المصرية تملكها الدولة الفاطمية كانت على سفينة مصرية متجهة إلى مصر. إذن هي واضحة المصدر والملكية وجزء من الآثار المصرية الغارقة. هل ينفع تكييف الأمر كذلك أنها آثار مصرية غارقة ينبغي استردادها؟ أرجو من القانونيين إذا كان ذلك ممكنا أن يلاحقوا إسرائيل. رأس السنة الصينية الجديدة، يمكن حضراتكم تابعتوا أن بعض الصينيين من الجالية المصرية من الجالية الصينية في مصر كانوا يوم الخميس اللي فات في الأهرامات في منتصف الليل وعملوا حفلة كبيرة جدا احتفالا بالسنة الصينية الجديدة. النظام التقويم الصيني بيقوم على
الوحدة الزمنية 12 سنة، زي ما احنا كده 12 شهر، يناير فبراير مارس ابريل وانت ماشي، هم 12 سنة، ويبدأ تاني 12 سنة من جديد. أول سنة دايما كل سنة بينسبوها إلى حيوان، فأول سنة بيسموها عام الفار. السنة الجديدة اللي هي بدأت يوم الخميس دي اسمها عام الخروف. الصينيين بيحتفلوا برأس السنة الصينية لدرجة بيأثروا في الاقتصاد العالمي، يعني مثلا انخفض الطلب على الدولار لأن الصينيين في أجازة. طبعا الشعب الصيني لو قرر يشرب كوباية شاي ده معناها 1.5 مليار كوباية شاي، لو قرر أن يكون سكر زيادة ده معناها 1.5 مليار معلقة سكر زيادة. فالشعب الصيني لما ياخد أجازة معناها ده يكون ضمور في الاقتصاد العالمي. رأس السنة الصينية فيها كتير من احتفالات المسلمين بأعيادهم، فيها فوانيس، فيها تنظيف المنزل، فيها العيدية للأطفال الصغيرين، لكن الغريب اللي فيها اللي هم بيذبحوا حيوانات بطريقة خلت جمعيات حقوق الإنسان تحتج على ذبح هذه الحيوانات بهذه الطريقة. لكن بالنسبة لمعظم شعوب العالم الاحتجاج مش على الطريقة، إنهم بيجدوا أن ذبح هذه الحيوانات هو أمر غريب للغاية. احتفالات رأس السنة الصينية بيتذبح كتير من الحمير والكلاب، الحمير بتؤكل في الصين والكلاب بتؤكل في الصين وفي دول أخرى. لكن الاحتجاجات اللي موجودة إن بيتم ضرب الحمير بآلات قوية جدا زي ما في الصورة كده على الشاشة، تقع على الأرض لما تفقد الوعي أو تفقد الروح تماما يتم ذبح الحمير وكذلك مع الكلاب. بتعتبر من الهدايا الأساسية للعائلات والناس الغاليين جدا في هذه المناسبة إن يديله لحم طازج من الحمير أو الكلاب، اللي هو بالنسبة لكل الشعوب العالم وثقافات العالم أمر غريب للغاية إن هذه الحيوانات تخضع للطعام. جهاز الكشف عن العفاريت والأشباح، على إن ده عصر العقل وعصر الفكر وعصر الحداثة وعصر التقدم وعصر غزو الفضاء، إلا إنه برضه عصر المتخلفين عقليا بنفس الدرجة. ديلي ميرور البريطانية اتكلمت على شركة إيطالية عاملة جهاز جديد للكشف عن العفاريت والأشباح. الجهاز رخيص جدا 1500 جنيه. بينصحوا ان اللي بيتجوز حديثا او بيوضب بيته او ما اتجوزش حديثا لكن عايز يقتني هذا الجهاز، ان لازم يكون عنده جهاز الكشف عن العفاريت والاشباح. مش احنا بس اللي عندنا ناس ممكن تقول كلام غريب. الجهاز ده قايم علميا على فكره ان صوت العفاريت والاشباح هو صوت مش ممكن الاذن البشريه تسمعه. فالجهاز مصمم ان هو يسمع الاصوات اللي ما يقدرش الانسان يسمعها. والنظرية العلمية بتاعته زي مولد الكهرباء مولد ضجيج مولد دوشة، يعني الجهاز فيه مولد دوشة وإزعاج وضجيج. ليه؟ لأن عندهم اعتقاد أن العفاريت والأشباح بتحول الضجيج والدوشة إلى أصوات، فمولد الدوشة ده أو مولد الضجيج يطلع ضجيج، الضجيج الأشباح تحوله إلى أصوات، يتم رصده في الجهاز يبلغك أن فيه عفاريت أو أشباح. طبعا ده كلام ما يدخلش على طفل عنده يوم، إنما للأسف إن في ناس كتيرة جدا حجزت الجهاز. باستمرار النصابين بيعتمدوا اقتصاديا على الأغبياء. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.